وحابة اليوم ننقل ولو حاجة بسيطة عن الفيلد هذا أو التخصص هذا، وشن الأهم الحاجات الأسس أو المحاور بتاعتها، وفي نفس الوقت نبي شوية نركز على الجرين بيلدينجز اللي هن المباني اللي هي مغطى سواء بالنبات على الروف على السطح بتاعها أو على السلوك فساد الغطاء بتاعها. What is environmental design؟ شن هو لو مثلا نحكي عن التصميم البيئي، شن تعريف التصميم البيئي؟ بيسكلي هو ان نحن نشغل المبنى بتاعنا باستخدام الموارد الطبيعية، الموارد الطبيعية اللي هي موجودة ومستمرة في التوازن، زي الشمس، زي الماء في الأنهار أو في الأبحار، وزي الويند اللي هي الرياح. فنبغى نسأل سؤال، إذا كان يعني بعد التعريف هذا نحن ليش ممكن تطرقنا لشيء زي التصميم البيئي؟ في عدة أسباب. أول حاجة حماية البيئة، كيف نحمي بيئة التصميم زي هذا؟ كيف التصميم مبنى بالمعيار هذا قد يساعد في حماية البيئة؟ نحن لو بنصمم مبنى بطريقة conventional أو اعتيادية حنصممه يشتغل بميكانيكال سيستم أو سيستمز اللي هي معتمدة على الكهرباء. الكهرباء من وين تصدر؟ من عبارة عن حرق وقود أو غاز. حرق الوقود والغاز ينتج عنا CO2 emissions أو اللي هن ثاني أكسيد الكربون. الغاز هذا هو غاز سام، هو يسبب في air pollution تلوث بيئي، ويسبب أيضا أضرار للإنسان نفسه. بعدين كيف ممكن أنا في التصميم بتاعي بدل ما نستخدم الوقود هذا ونحرقه، أنا حابة نستخدم مصادر طبيعية زي إن الشمس في تسخين المبنى، زي مثلاً الرين ووتر هارفستنج سيستم أو تجميع مثلاً مياه الأمطار عشان نستخدمها في حاجات ثانية خلال المبنى نفسه، أو زي الإضاءة، بدل ما نستخدم إضاءة صناعية نستخدم إضاءة الشمس. طبعاً هيجي تفصيل في سلايد ثانية. Reducing waste and energy use. لما بنقص البيسكلي العملية هذه كلها تنقص من استخدامنا للطاقة، لأن نحن نستخدمه مواد طبيعية، نستخدمه الشمس أو الرياح أو الماء. الحاجة الثالثة، دراسات كثيرة أثبتت أن استخدام الموارد الطبيعية natural resources يساهم في بشكل كبير في أنه هو يخلي الإنسان في مزاج أحسن ويخليه حتى إنتاجية أحسن. أوكي. التصميم البيئي عنده عدة محاور، حنطلق ثلاثة منهم. أول حاجة thermal comfort أو هو الارتياح الحراري. الشخص لما يكون at thermal comfort يكون يعني في درجة حرارة معتدلة، هو مش حاس إنه هو حامي ولا حاس إنه هو بارد، هو يقدر ينتج ويقدر يكمل في يومه طبيعي. نحن في العادة لما كيف نوصل للثيرمال كومفورت هذا؟ جرب أعتقد أن الأستاذ فايز هو الطرف على الموضوع بالنسبة للبنقازي تحديدا. حنحكي شوية على السياسات العامة، كيف نقدر نوسع نطاق موضوع التشجير، إذا ما تكونش عبارة عن مجهودات فردية بس تكون يعني مشهودة على المستوى المؤسسي في المدينة وفي البلاد. طبعا بعد وباء الكوفيد صار تغيير كبير بكل في موضوع التخطيط العمراني والتصميم الحضري، لأن قعدت علاقتنا بالمدن بتاعتنا مختلفة، ما عادش قدرنا نحن نتعامل مع المدينة أو علاقتنا بالمدينة زي قبل، إن نحن محصورين في مناطق محلية أكثر حاجة، إن نحن خايفين شوية من الأماكن المغلقة، لو بنمشي الأماكن العامة المفتوحة، إن قعدت في توعية أكثر عن موضوع الصحة العامة. فهي خلتنا نفكر في ما لا تعني ان المدينه تاعي قابله للعيش، ما هي المستوى اللي يقولوا livability، اني انا نقدر نعيش فيها المدينه هذه، شنو هي جوده الحياه اقل حاجه اللي انا بنشوفها داخل المدينه. وطبعا واحده من الاشياء اللي احنا شفناها هو تغيير المنظور بالنسبه للحدائق وبالنسبه للغطاء النباتي داخل المدن. بالنسبه للفوائد لعمليه التشجير والغطاء النباتي بشكل عام، بالنسبة للفوائد البيئية، نحن طبعاً الغذاء
الغطاء النباتي يساعد في موضوع صرف مياه الأنبار. نحن في بنقاط نشوف فيها كل الشتاء أن المدينة تغرق لأن كلها عبارة عن أسفلت وخرسانة، لكن كل ما زدنا من الغطاء النباتي والمساحات الترابية حتساعد في موضوع صرف مياه الأنبار. طبعاً الأشجار يساعدت في عملية امتصاص التلوث، ودي ما نشوفه في الشوارع الرئيسية في الدول الأخرى، دي ما يكون فيه أشجار مجدات أو في المناطق الصناعية، لأن الأشجار يساعدت في الشيء هذا. الحاجة الأخرى طبعاً يساعدت في انخفاض درجة الحرارة، والشيء هذا مهم جداً بما أننا نحن دولة صحراوية. وتساهم الأشجار والغطاء النباتي في التنوع البيولوجي داخل المدينة، سواء الحشرات سواء الطيور الحيوانات بصفة عامة، يخلق توازن بيئي بالنسبة للمدينة. وفي طبعاً فوائد اقتصادية، وفي عدة دراسات دارة على موضوع الحركة الاقتصادية المحلية والأشجار. لقوا إن الشوارع اللي فيهم الأشجار إن شوارع يعني البيئة بتاعهم ألطف، فالناس يحبوا يتمشوا فيها، ولذلك حيكون في حركة تجارية أكثر في المحلات هذينا. ونحن الشيء هذا نشوفه فيها في بنغازي، في شوارع معينة الناس يحبوا يمشوا لها، عليش؟ لأن الواحد يقدر يتمشى فيها، فيها بيئة لطيفة، والأشجار يلعب دور مهم جدا في الموضوع هذا. فهذه برضو يعني حاجة تساهم في تحسين وضع المدينة بصفة عامة. زائد طبعا ان الاشجار يستفيد من سعر العقارات بصفة عامة.